وللقاء المزيد من الضوء على هذا البرنامج يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محميد المحميد مدير إدارة الاتصال بمجلس النواب. أهلا بك سيد محميد في نشرة الثالثة. إذن ما هي أهمية هذا البرنامج وما هي أبرز أهدافه؟ أهلا ومرحبا بكم الله يخليك. البرنامج هو طبعا يأتي انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم الشباب وتمكينهم وتثقيفهم ورفع الوعي السياسي والعمل البرلماني والإنجازات الديمقراطية في ظل المسيرة التنموية الشاملة، بتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت حمد الله زينل رئيسة مجلس النواب ومتابعة وإشراف مباشر من سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة. أطلقت الأمانة العامة حزمة من البرامج البرلمانية، خصوصا أنها تأتي تزامنا أو بالقرب من العرس الانتخابي الذي ستشهده البحرين إن شاء الله في الفترة المقبلة. الحزمة هذه تتكون من 4 برامج. البرنامج الأول يخص فئة الشباب، والبرنامج الثاني يخص فئة الناشئة، والبرنامج الثالث يخص فئة العموم، والبرنامج الرابع مهيئ فقط للراغبين في الترشح للانتخابات النيابية القادمة بإذن الله. برنامج الشباب اللي احنا بدأناه وانطلق بالأمس وبمشاركة معالي رئيسة مجلس النواب وسعادة وزير العمل، وشهد حضور 200 مشارك، انقسم حضورهم بين حضور مباشر وأيضا عن بعد. يتركز هذا البرنامج على 3 محاور. المحور الأول كان المعرفة البرلمانية وإطلاع المشاركين على العمل التشريعي والبرلماني والدستور وميثاق العمل في البحرين، وأيضا قاموا بزيارة استطلاعية إلى قاعة الجلسة أساس يشوفون العمل بشكل مباشر، شلون أصحاب السعادة النواب يقومون بدورهم ومسؤوليتهم البرلمانية. المحور الثاني هو محور دعم الشباب، وسيكون بوجود الشركاء في هذا البرنامج من خلال هيئة التشريع والرأي القانوني وأيضا وزارة شؤون الشباب والخطة الوطنية بحريننا وكذلك مركز الاتصال الوطني، راح يكونون أيضا معانا مشاركين ويقدمون كل في تخصصه بعض الندوات والمحاضرات للمشاركين. واليوم الأخير إن شاء الله بيكون بكرة. نعم. بيركز على القضايا البرلمانية، وإحنا خصصنا بتكون لقاءات مباشرة مع أصحاب السعادة النواب وأعضاء الشورى، يتحاورون مع الشباب، ينقلون لهم تجاربهم، يطرحون لهم أسئلتهم، يبينون لهم آلية العمل وكيف يكون النائب قريب من الناخبين، وكل ذلك إن شاء الله لدعم المشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية بقيادة جلالة الملك المعظم. نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق. شكرا لك الأستاذ محميد المحميد مدير إدارة الاتصال بمجلس النواب، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.